عيني. حرام حرام. لا خلاص خلاص ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس اهدى بس. اصل انا خايفة عليك. مش مستاهلة الحكاية. حاجة ما يستاهلش. مش مستاهلة. مش مستاهلة. اهدى. طب خلاص. طب خلاص. يا رب يا رب يا رب الزور. فوق من نفسية تعبانة والنوم متلخبط. أصحى على هذه الإيقاعات. الكمية صباح. كملوا كملوا كملوا. ما قاعد أسمع زين. كملوا. لازم أعد نومي. لازم أعد نومي. ساعدوني. أنتوا متابعيني ساعدوني. يا مساء الخير. لبست وجهزت بطلع مع البنات. الزبدة انه شفتوا منكيري؟ كم صار لي يمكن اكثر من سنة ما حطيت منكير احمر. احسه يبيض اليد كذا تو ماتش منكير احمر. بس كذا مسكت معي اليوم. نعم ايش تبغى؟ المهم على طاري اللي يقولون لي عشان اعدل نومي خذي منوم. جربت انا اكثر من مرة كذا منوم ما نفع معي. بس في واحد مايلو. بس في واحد لما سافرت على نيويورك واحدة من البنات اللي كانوا معنا قالت لي عليه هو زي الحلاوة عرفتوه. فبروح اليوم اشتري ان شاء الله واجربه. اذا زين اقول لكم عليه. عاد مرة ما أدري وش صاير لسنابي. تعبت نفسيا تعبت نفسيا قسم بالله. أوقات أدخل أفتح محادثة أبي أرد أبي أرد. تخيل بس أبدأ أتكلم خلاص يعلق ويطفي. أحس كذا يعني ما له داعي إني أدخل أقرأ وما أرد وأطلع وأنا أبي أرد بس أنا ماني قادر. عرفتوا؟ كلمتهم على الموضوع وأتوقع إنه دخلوا حسابي يعني ولا شيء يبغوا يصلحون الموضوع. أدعوا لي إنه يتصلح. تكبر المشكلة مو هنا. المشكلة لما كلمتهم عن الموضوع انه سنابي كل شوي يطفي ما يدرون ايش المشكلة. يعني للحين ما هم عارفين ايش المشكلة الموجودة بسنابي. اللي يقولون لي على بوكسات الميك اب انه وش تسوين بالميك اب حقك عندك ميك اب كثير وانت ما تحطين ميك اب كثير. ترى والله العظيم ان كل شيء قاعدة اخذه وخاصة الأشياء اللي قاعدة تتكرر عندي. الأشياء اللي ما قاعدة أستخدمها يعني أعرف نفسي أنه أنا ما راح أستخدمها لأنه تعرفون ما أحط شادو كثير. أغلب وقتي يعني مسكرة وروج ومثلا هايلايت وأشياء زي هذه. فكله قاعدة أحطهم بوكسات قاعدة أحطهم على جنب لأنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ناوية في وقت معين ما راح أقول لكم متى ناوية أوزع بوكسات ميك. كل هذا لكم. لا تستعجلون على رزقكم. انتظروا بس شوي إن شاء الله. بس خلو أنا لازم أجمع كمية كبيرة لأنه ما شاء الله عندي بيقربوا 10 مليون. لازم أجمع لهم يعني لازم أجمع 10 مليون قطعة. المهم بما أني قاعدة وبما أنه باقي شوي وأطلع يعني قرابة الربع ساعة ففي شغلة بتكلم عنها. الشغلة هذه اللي بتكلم عنها ممكن ناس ما تتقبلها لأنه أنا ألبس على كيفي لأنه أنا ألبس قصير لأنه أنا إنسانة مو متحجبة لأنه بيطلعون 100 ألف عدروب عدروب. بس في شغلة أنا تغبني 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 ما أقدر أتحمل. ما أقدر أتحمل أسمع إنسان يتكلم وكلمتين ما يقولهم. لما يجي يتكلم عن شيء بيسويه وما يقول إن شاء الله ولما يتكلم عن شخص ما يقول ما شاء الله. يذبحوني. ما أقدر ما أقدر. أحسني قول قول قول. يعني في ناس كثير لما أتابعهم بسناب ما يقولون إن شاء الله. ما تقهرني يا أخي. قولي إن شاء الله. كل شيء مشيئة ربي يا أخي. بتتعسر سالفتك يا أخي. قولي إن شاء الله. قولوا إن شاء الله. طبعا كل إنسان حر وهو يسولف يقول ما شاء الله ما يقول. يقول إن شاء الله ما يقول. بس أنا ما أقدر أتحمل. أحس إنه قولي يا أخي ما بتخسري شيء عشان الشخص اللي قدامك. يعني لما تقولين تخيل واحدة تجي تمدح فيك وما تقول ما شاء الله. يا أخي قولي ما شاء الله عشان أرتاح نفسيا. عرفتوا؟ ودي أسوي كذا. بسم الله عينك. ونفس الشيء إن شاء الله لما يعني أحس إن شاء الله هي اللي تيسر أمورك. ما تدري وش يصير. كل شيء مشيئة ربي. أنا بسافر بكرة
طب قول ان شاء الله. ممكن يا اخي ما تمسالفتك، ممكن تطيح فيك الطياره، ممكن يا اخي قول ان شاء الله. بس يعني ما ادري احس ابي اقولها لاني تعبت نفسيا. واللي بيقول شوفوا مين يتكلم، عادي ممكن انا اكون مسوي اشياء كثير، ممكن انا افصخ، ممكن انا البس، ممكن انا البس قصير، ممكن انا اسوي اشياء كثير، بس استل هذول الكلمتين الحمد لله يا ربي ما ينشالوا من لساني. طبعا انا لما اتكلم بهذا الموضوع مو لاني انسانه ملتزمه ولا انسانه مطوعه ولا شيء، لا مره ما له دخل. كل واحد في حياته في اخطاء، وكل واحد في حياته دينه مو كامل، بس ممكن انبه، عرفتوا؟ لانه في ناس ترى ما تنتبه، يعني لما تسولف كذا تفكر مثلا بالسالفه ما تنتبه انه مثلا ما قالت ما شاء الله، ما قالت ان شاء الله، فهذا من باب التنبيه وليس من باب شوفوني انا مطوعه. المهم جاء وقت اني اروح اشوف البنات، مشوار الطريق 50 دقيقة، ما ادري موديني قلعة وادرين. المهم احبكم واموت فيكم، وهذه بوسة مني لكم. استماعكم لهذه الفقرة، فقرة الطرب، من أجمل من أجمل من أجمل ما غنت أصالة. أعشق الأغنية، عشق أموت فيها يا الله. لما كنت أغنيها لحالي وكنت أعيش دور أنه أنا صوتي صوت أصالة، عرفتوا؟ لا أعطيك العالي، عرفتوا؟ زين الحمد لله يا رب أني عرفت قيمة نفسي. بما اني قاعده فقررت اليوم اسوي ماسك. الماسك اللي بسويه تفتيح البشره، توحيد اللون، وبعد يصفي البشره وينقيها من الحبوب والاشياء هذه. فخليني امسح الميك اب اول وبعدين اسوي الماسك معكم. مكونات ماسك اليوم اللي بسويه: رز وعسل وحليب. طبعا هالحين بطحن الرز، بحطه هنا، خذيت كميه قليله عشان اطحنها واطحنه. هذا الرز طحنته هنا، حطيت تقريبا ملعقتين حليب، وخليني احط الرز واخلطه، وحطيت الرز لين ما صار قوامه كذا ثقيل،
وبعدها أضيف عسل. طبعا العسل تقدرون تحطون الكمية اللي تبونها لأنه مرة مفيد للبشرة. أخلطه، ما أقدر أخلط بيد واحدة. الماسك صار جاهز، شايفين كيف قوامه كذا يجي ثقيل. طبعا أنا نظفت بشرتي وكل شيء. أهم شيء قبل ما تحطين أي ماسك تأكدي أنك نظفت بشرتك وهيأتيها للماسك. والحين راح أوزع الماسك على البشرة بشويش عشان ما تبهدلون الدنيا. خليني أوزعه وأرجع لكم لأنه ما حقدر أوزعه وأنا أسولف. ووزعت الماسك. طبعا الماسك عبارة أنك تسوين رز بحليب بوجهك حرفيا. وهالحين راح أخلي الماسك بوجهي من 15 إلى 20 دقيقة، وبعدها أغسل الماسك بماء دافية. وأنا بادي أغسل الماسك تذكرت في شغلة نسيت أقول لكم إياها، وأنتوا تغسلون الماسك بحركة دائرية كذا خفيفة عشان حبيبات الرز تقشر البشرة، مو بقوة، حركة خفيفة عشان ما تجرحون بشرتكم. وأهم نقطة مع الماسك إنكم تحطون أكثر الأشياء اللي تحسون إنه تبون بشرتكم تستفيد منها، لأنه البشرة خلاص صارت جاهزة نظيفة من كل شيء، شلتوا الجلد الميت، شلتوا الأوساخ اللي على البشرة. هالحين أنا بالنسبة لي راح أحط سيرومين، واحد اللي هو الكولاجين لأنه بالنسبة لي الكولاجين شيء ضروري في الحياة، وبعد الشغلة الثانية اللي هو الهيالورونيك أسيد اللي قلت لكم عليه أكثر من مرة إنه مفيد للبشرة. أول شيء راح أحطه هذا سيروم الكولاجين. طبعا الكولاجين كل ما كبرتي كل ما أفراز الكولاجين يبدأ يقل، فلازم أنت تعوضينه بأشياء ثانية، تستخدمين سيروم كولاجين، تستخدمين مثلا كريمات مستحضرات فيها كولاجين. ليش؟ ايش فوائد الكولاجين؟ فوائده يخلي البشرة صحية اكثر، يخليها تبين اكثر شباب، وبعد يخفف من ظهور الندوب، من ظهور التجاعيد، كل هذه الاشياء يخفف منها الكولاجين. ونوزع على البشرة، وبعدها راح احط الهيالورونيك اسيد. طبعا عادي تقدرون تحطون تحت عينكم، تقدرون تحطون على شفايفكم، كل هذا راح يفيد بشرتكم إن شاء الله. تزعونه على البشرة كاملة، حتى هنا تقدرون تحطون عشان إذا عندكم تجاعيد هنا أو شيء يخفف منها. ورقبتكم عادي انزلوا الرقبة بعد عشان ما يطلع لكم تجاعيد برقبتكم. بعد سيروم الكولاجين راح استخدم سيروم الهيالورونيك أسيد. تكلمت لكم عن فوائده كثير. طبعا ليش استخدمت السيروم؟ لانه السيروم نسبة الهيالورونيك أسيد فيه عالية، فيصير نسبة الترطيب مرة تكون عالية للبشرة. وغير هذا فوائده انه يرطب البشرة، اذا كان عندك تجاعيد او خطوط رفيعة راح تروح، وبعد راح يوخر اذا كان عندك مشاكل حبوب او غيره راح يعالجها، وبعد اذا كان بشرتك مو موحد لونها في بقع في اثر حبوب وغيره راح يعالج لك اياها. راح اوزع البشره. طبعا نفس الشيء تقدرون تحطون تحت، دقيقه، تقدرون تحطون تحت العين، تقدرون تحطون على الشفايف، على الرقبه، تقدرون تحطون كل هذه المناطق. خليني اوزعه وهنا تقدرون عشان اذا كان عندكم تجاعيد او شيء تروح. يناسب هو والكولاجين ترى يناسبون جميع أنواع البشرة، يعني لا تشيلون هم من هالناحية. البشرة بعد خليني أوزع قبل ما ينشف. يا أخي أعشق كل شيء يجي على طريقة سيروم كذا، أحس إنه يتغلغل بشرتي أشياء. وبكذا تكون خلصت فقرة العناية بالبشرة. هالحين راح أصور لكم السيروم حق الهيالورونيك أسيد والكولاجين، وبعد بصور لكم سيروم للناس اللي تبغى تفتيح فيتامين سي، مرة حلو للبشرة خاصة اللي تبغى تفتيح. بس أهم شيء لما تحطون سيروم فيتامين سي لازم تحطون واقي شمس. أصلا سيروم بشكل عام اللي حطيته كولاجين هيالورونيك أسيد أي شيء لما تحطونه بالصباح حطوا معه واقي شمس عشان يحمي بشرتكم.
طبعا كل الاشياء اللي وريتكم اياها موجوده بموقع سومي. موقع سومي مو بس فيه منتجات العنايه البشره، بعد فيه ميك اب. اذا تبون تحولون عربي تقدرون تحولون من هنا، وتقدرون تحولون العمله بعد من هنا. في جميع العملات للاماكن اللي هم يوصلون فيها، يوصلون دول الخليج. عندهم بعد خدمه الدفع عند الاستلام للناس اللي اول مره يسمعون موقع سومي. موقع سومي يجيب منتجات مره مميزه ما تلاقونها باي مكان، منتجات من كوريا الجنوبيه، من اليابان، من بريطانيا، من سفاره امريكا وسفاره فرنسا. وبعد عندهم مثل ما قلت لكم منتجات البشره، وعندهم ميك اب. لو دخلتوا هنا ودخلتوا العنايه بالبشره تقدرون انكم تحددون نوع بشرتكم، ومن خلالها راح يطلع لكم المنتجات كلها اللي تناسب نوع بشرتكم. لو ضغطتوا على نوع البشرة تقدرون انكم تحددون نوع بشرتكم. يعني انا بالنسبة لي بشرتي وين تعتبر جافة نوعا ما، فبختار الجافة. يصير هنا يطلع لكم كل المنتجات اللي تناسب البشرة الجافة. يعني لما تاخذين اي منتج من هذولا لا تشيلين هم انها ما تناسب بشرتك. طبعا بالنسبة للدفع مثل ما قلت لكم عندهم دفع عند الاستلام، عندهم باي بال، وعندهم كريدت كارد. طبعا اذا اخترتوا الدفع عند الاستلام في رسوم اللي هو 26 ريال حق الدفع عند الاستلام. وبالنسبة للتوصيل قلت لكم انه يوصلون جميع دول الخليج، والتوصيل اذا كانت طلباتكم فوق 296 ريال راح يكون التوصيل مجاني. راح يوصلكم اول ما تطلبون، راح يوصلكم رسالة للتأكيد، لازم تأكدون الطلب. بس والله بروح اخذ منوم احاول اعدل النوم، وين اعدل الساعة 4؟ من وين اعدل نومي؟ ما في امل والله، بديت افقد الامل خلاص. راح اعتبر الليل نهار والنهار ليل، هذه احسن طريقة لتعديل النوم لانه مستحيل يتعدل خلاص. طبعا المنوم اللي قلت لكم انه بجربه وواحدة مدحت لي فيه للاسف اني ما لقيته في الصيدلية، والمكان المفروض اخذ منه كان مقفل، فاضطريت اني اخذ اي منوم بجرب، ان نفع معي نفع، ان ما نفع رحت جبت هذاك. المهم تصبحون على خير واشوفكم بكرة ان شاء الله، واحبكم.